أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم عن اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون 4.5 أيام يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى 12 ظهراً ابتداءً من 1 يناير 2022. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناء على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل، ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12 ظهرا يوم الجمعة 4:30، وسيتم الإعلان لاحقا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة. كشفت النجمة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنستون عن أنها أضافت كلباً جديداً إلى مجموعتها من الكلاب، إلا أن الأمر مختلف هذه المرة، هو أن الكلب الأخير مصمم من جرافيك ورسوم متحركة. وأكدت جينيفر أن الكلب الجديد اسمه كلايدو، وأنشأت بالفعل حسابات له على منصات إنستغرام وتيك توك، موضحة أنه تم تصميمه من قبل شركة تكنولوجيا صاعدة تدعى Invisible Universe، وتم تصميم شخصية كلايدو بصفته ابن عم أحد كلاب جينيفر. ويمكن لمتابعي حساب الكلب كلايدو متابعة يومياته وحياته داخل منزل جينيفر أنستون الفخم في حي بيل إير في مدينة لوس أنجلوس. من المقرر أن يصف أطباء الأسرة ببريطانيا دروساً في اللياقة البدنية والملاكمة للنساء المصابات بالاكتئاب والسكري والسمنة ابتداءً من العام المقبل. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذه الدروس المسمى This Girl Can ستعطيها شركة سبورت إنجلند، وسيتم تجربتها في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من عام 2022. يأتي ذلك في الوقت الذي بيّنت فيه دراسة بريطانية أجريت مؤخراً أن النساء يمارسن التمارين والأنشطة البدنية بمعدل أقل من الرجال. طلب نجم الراب الكندي دريك من منظمي جوائز الغرامي سحب ترشيحه في فئتين، فاستجابت أكاديمية صناعة الموسيقى الأمريكية لرغبته. ومع أن دريك اختير الشهر الفائت بين المتنافسين على الجوائز في فئتين خاصتين بموسيقى الراب، إلا أن ألبوم Certified Lover Boy الذي حقق نجاحاً كبيراً لم ينل أي ترشيح في الفئات العامة الأكثر استقطاباً للاهتمام. وسبق لدريك أن انتقد الأكاديمية مراراً متهماً إياها بأنها تتجاهله. ويقام الاحتفال 64 لتوزيع جوائز غرامي في 31 يناير المقبل في لوس أنجلوس الأمريكية.